هو الحقيقة أنا مش عارفة أقول إيه، إحنا سمعنا الآراء المختلفة، ويمكن كان في إجماع أكتر على فكرة إن الست لازم طبعا تشتغل، ما هي ما اتعلمتش ودرست ولازم تفيد المجتمع، وبقى في دلوقتي تمكين للمرأة، وبقى في توازن بيحصل بين الحياة الزوجية في البيت والرجالة الأزواج اللي يعني مشكورين اللي بيساعدوا ويساندوا الزوجة عشان تشتغل، وبين إنها تقعد في البيت لو هي مجبرة، لكن تقعد في البيت بمزاجها دي حاجة تانية. بس انا مش مع المقولة بتاعت اللي في الاخر تقريبا بتقول ماليش لازمة وقاعدة في البيت، لا، الست اللي قاعدة في البيت ليها 100 لازمة، بتشتغل 100 شغلانة بالزبط. ونحترمها كل الاحترام طبعا. طب انا هرجع بقى، كنت قلت ان انا هفتن على رانيا. رانيا ايه، احنا اصدقاء من قبل الفقره، وبالصدفه انا عرفت انها جايه ضيفه ما كنتش عارفه، بس كلمتني قالت لي ايه، هبه من فضلك سنديني وقفي معايا، انا عايزه اشتغل وجوزي انا بحبه جدا بس هو قافش على الشغل. طب يا رانيا انت عايزه تشتغلي ليه؟ في حاجه معينه يعني؟ قالت لي انا عايزه اشتغل. صح؟ صح. ايه؟ بس اشتغل. ايه المشكله؟ اوقات بحس بملل في البيت، هو مشغول كتير. بس برضو بغض النظر عن ان هو مشغول وانا بحس بملل، لا بحس ان في كيان كده في الشغل، بحس بقيمه اكتر لذاتي. ايه المشكله ان يحصل الموازنه دي؟ يعني إيه هو المشكله ان احنا نجرب رافض شغلك في اماكن او في جهات معينه او حاجات معينه، لكن انك تشتغلي مثلا ان هي بتكتب كاتبه وتعمل مقالات. طب كاتبه دي في البيت، انا عايزه اخرج. ايوه كاتبه في البيت عايزه. ايوه انا عايزه شقه. فين الشقه؟ خليها تجرب ما يرك، يمكن هي اللي ترجع تقول لك لا عليا بايه من ده وانا فرهطت خلاص وانا عايزه اقعد وباله الدلع حلو. ده فعلا اللي هيحصل، صدقيني ده اللي هيحصل. بس انت ما تجرب. هو مره جه كده قال لي يعني بص هقول لحضرتك انا متحفظ، بس ممكن يبقى ليها بيزنس خاص، ليها حاجه خاصه، ليها شغل خاص. تمام، هي ده مثلا ده تحفظي على الموضوع. انما زي ما قلت لحضرتك برضو قبل كده، سوق العمل لا مش مهيأ بالشكل الكافي في نوعيه شغل معين. نوعيه شغل معين بالنسبه للست. لا حاجه تنفع في النص يا جماعه. بالظبط. فالفكره مش رافض بقد ما ان انا خوف وحرص ان في ضغط عليها جامد. على فكره انا اللي مخليني قابله برضو عشان انا برضو بحبك. لا يعني اوكي مفيش مشكله. شفت بقى الرقه يعني هنعمل ايه في الرقه دي؟ ما ينفعش برضو في الموضوع ان انا هي قبل. لا هي بتقول لك انا انا ممكن اوافق. تمام تمام لحد دلوقتي موافقه ومبتسمه ابتسامه جميله. عايزين هو يمكن فرق السن اللي هو عادي جدا، بس في استيعاب من الراجل لما بيكون شويه اكبر من الست، هو عارف يحتويكي ويخليكي تعملي كل حاجه هو عاوزها بمزاجك. لا وهي ما شاء الله ذكيه، انا عجبتني الجمله اللي هي قالتها دي، تتدرس يا هبه. وطبعا انا قابله عشان بحبك. بص بحبك يعني مين فيكم اللي محتوي مين؟ اسلوب التعامل أكيد هنا طبعًا. هي عرضت بشكل شيك ولذيذ جدا، ويعني في رقه شديده، فالمفروض ان هو يوافق بقى ولا ايه؟ مش كده؟ تخيل يعني مسألة بس يعني قلت لك بحبك على الهوا. سهلة سهلة مفيش فيها مشكلة. طيب بس الموضوع محتاج هنحلها إن شاء الله. مش محتاج إلا ما نحلها. ما سمعناش معاها بقى، قولي لنا أنت إن شاء الله لما يجي البيبي التالت هتشتغلي من البيت برضو ولا هتشوفي حد يساعدك وتنزلي الشغل؟ يعني ما دام مفيش رفض من هشام يعني. هو انا اصلا بقالي فتره الشغل بتاعي ان انا بعمل كلاسز او كورسز للامهات، وبتبقى اونلاين او احيانا بنزل في اماكن بس مش كل يوم. فهو مش حاجه مش مضطر انزل كل يوم. وانا فكره ان انا اخترت او كملت انه كان الشغل فعلا مناسب لفكره ان انا معايا اولاد اصلا. وان انا عندي هدف الاكبر ان انا اكون موجوده معاهم. يعني بتشتغلي في نفس المكان في فيه الولاد؟ كنت هقول لك هم بينزلوا بقى لو مثلا في المدرسه. بينزلوا مدرسه في الوقت ده انا اكون بشتغل. لو هم مثلا في الصيف ممكن بيبقى في اكتيفيتيز او حاجه برضو ممكن في الوقت ده يعني بشتغل في الوقت يوم. اللي اعرف ان انا اشتغل فيه يعني. بس ده بيبقى عايز تعاون من زوج. صح يا هشام؟ يعني ممكن بتساعد في المطبخ شويه يعني أو في حاجات. خليني اقول لك قدامهم يعني مثلا على مثال بسيط، انا من الصبح ممكن اصحى مثلا قبل ما عادي. فانا ببقى هو بالظبط عندي 45 دقيقه هخلص كل حاجه وانزل، فما عنديش فكره ان الصبح لازم ما تقوم تحضر الفطار بتصعب عليك صحيه. والله هي عارف ايه الحنيه دي؟ ما شاء الله. ايه اللي بيحصل في 45 دقيقه؟ معلش خلص ايه بقى؟ عشان بحب اوصل للشغل قبل الساعه يعني مثلا 9 الا ربع 10 يعني اسيب نفسي ربع ساعه. اخش كده المكتب وافوق، فممكن ابقى صاحي مثلا 8 عشان ابقى 9 الا ربع في المكتب. خلاص هو لازم. عاوز تعمل ايه بقى في ال 45 دقيقه؟ اللي هو بقى لو مثلا لو في اللبس لو افطر نفسي هاخد الشاور اصلي. ما بتخسرلكش لبسك؟ لا ما مش بتلبسك بايديها؟ ده في حاجه هو بيقول بتختار... لنا مرات لو صحيت هقول لك هي بتختار معايا اللبس واحنا نجيب خلاص اول مره يعني مثلا ننزل. لا انا شفت رجاله بيتخانقوا واقفشين على زوجاتهم بيعملوا كل حاجه بس ما بتقومش معايا الصبح تختار لي البس ايه.
لا دلوقتي لا. العكس المعتمد على نفسه يقول لك دي بتعطلني صح؟ ايوه طبعا. لو ايوه طبعا. وبعدين احيانا احس انها حاجه تبقى خنيقه جدا. طب انا